السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على واحدة من النساء التي كانت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي فاطمة بنت أسد. هي أول من أسلمت، فهي كان ترتيبها رقم 11 اللي هي فاطمة بنت أسد، فأسلمت بعد 10 من المسلمين ذكور وإناث، وهي من السابقات في الإسلام. ولما أنزل ربنا سبحانه وتعالى الآية يا أيها النبي إذ جاءك المؤمنات يبايعنك إلى آخر الآية، فهي أول من بايعت الرسول من النساء، وكانت مؤمنة وجليلة، مؤمنة جليلة لصلاحها وفضلها على الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يزورها دائما. حضرت مع النبي بدر، موقعة بدر، ثم مرضت وجعلت النبي وصيا لها، وقبل الرسول عليه الصلاة والسلام وصيتها، وتوفيت في المدينة في السنة الرابعة للهجرة. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليها وألبسها قميصه واضطجع في قبرها وتمرغ به قبل أن يدفنها، وقد تولى دفنها بنفسه، وبكى عليها وقال جزاك الله خيرا، لقد كنت خير أم. قال له بعض الحاضرين ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعت مع هذه المرأة فقال إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها، إني ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة، واضطجعت معها في قبرها ليهون عليها ضغط القبر. ده كلام الرسول عنها عليه الصلاة والسلام. ففاطمة بنت أسد كانت زوجة أبو طالب، أو أنجبت له من الذكور 4 وبنتا واحدة، وهم طالب وعقيل وجعفر وعلي، وكان علي أصغرهم سنا، وكان كل واحد يفرق عن الآخر 10 سنوات. والبنت هي أم هاني، وأم الجميع هي فاطمة بنت أسد. وكانت فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب، تعامله وتخص بالعناية له، وتحن عليه، وتلاحظه ليلا ونهارا، يعني أكثر من ما تعمل مع أبنائها. إلى هنا واكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة لمن لم يشترك، والسلام.